انا مزعلان والله انا مزعلان. توكلنا على الله. الايام اللي فاتت دي طلع لنا ناس محترمه وكويسه جدا على السوشيال ميديا وكانوا عمالين بيقولوا كلام حلو وكلام زي الفل و100 فل 14 اللي طالع منهم في الجيم وعمال بيرفع حديد وبيقول لك يلا قول سبحان الله والله اكبر، واللي عامل قناه في السوشيال ميديا بقى مخصوص بتاعته والكلام ده والكلام الجميل ده. بس تيجي المفارقه بعد كده اللي انت تكتشف ان الناس دي بعد وقت طويل اساسا ان هي كانت بتعمل الموضوع دوت اساسا كبوابه لحاجات تانية. فتلاقي الراجل بتاع الجيم لما مؤاخذه اللي كان عمال بيقول لك قول سبحان الله وشد وبتاع وحاجات زي كده هو بيطلع مع نسوان والكلام الغريب ده. فانا بامانه يعني بستغرب من المفارقات الغريبه دي. انتوا ليه بتعملوا كده؟ ليه المنظر الشكل ده؟ ليه الحاجه السيئه دي؟ ليه خليتونا مثلا بعد ما فتحنا لنفسنا باب كويس معاكم وشفنا حاجات كويسه جدا معاكم وقلنا ان انتوا ناس كويسه وناس بتدوا الرساله بطريقه محترمه وبطريقه نظيفه اللي احنا بنفتقدها كتير في الحياه بتاعتنا، يعني انتوا تطلعوا بالمنظر دوت وبالشكل ده زي الدعايه الاسلامي بالظبط اللي هو كان بيطلع في قنوات اقرا ومش عارف ايه وقال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم مش عارف ايه، وتلاقيه متجوز من دي ومطلق من دي ومتجوز من دي ومطلق من دي، عامل زي الغرز بالظبط. ايه الاستفاده من كده؟ انتوا بجد والله حقيقي انتوا شايفين نفسكم حاجه كويسه؟ شايفين ان ده شيء يعلم منكم ولا ايه بالظبط؟ ولا يعني بجد يعني يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك. حقيقي ده دايما انا بحب اقوله، ده دايما بحب ان انا بتكلم فيه. انت النهارده لما يجي مثلا واحد يعني على ديانه اخرى او اي حاجه من الحاجات اللي زي كده وبعد كده بتلاقيه كان بيعمل وكان بيساوي وبعد كده بيقرر ان هو خلاص انا شفت ان الدين دوت احسن بوابه ليا واحسن حاجه ليا تكون موجوده، فانت دايما بتحس لا انا مبسوط بالشخص ده، انا مبسوط بحاجه زي كده. اندرو تيت مثلا، فبتحس ان انت مبسوط بالشخص ده جدا، يعني بتحس ان هو الكلام بتاعه والحاجات اللي زي كده بتحس ان هي على الرغم ان فيه برضو يعني حاجات بيقولها ممكن تكون ما بتعجبنيش، بس لو انت مثلا بصيت مايك تايسون الناس دي، انا دايما بحب بدي امثله للناس بتاعه الرياضه دايما لان انا يعني انا بلعب رياضي، انا بحب الرياضه جدا وكنت بلعب ملاكمه زمان. فاللي انا كنت عايز اوصله لحضراتكم بس ان هو في ناس كانت مغيبه وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى هداها فمشيت في طريق الهدايه، وكان في ناس بتعلم الناس الهدايه لكن خابت، والمشكله ان خيابها دوت يا جماعه بيوصل لنقطه سيئه جدا. ليه بقى؟ لان انت النهارده كشخص المفروض اللي انت دلوقتي عملت لنفسك قاعده جماهيريه وناس كتيره بقت بتحبك وناس كتيره بقت مبسوطه بيك وبتنفجر بيك لما بتيجي بتشوفك في الشارع وخلاص وانت حبيبنا وانت زي الفل وانت بعد كده لما بيشوفوا المنظر ده في ناس منهم بتقول لك ايه الخيابه دي يعني، بس ده مش جزء كبير، وفي ناس منهم تانيين بيشجعوا الشخص مهما عمل الغلط، بيشجعوا الشخص مهما عمل الغلط، فتلاقي ان الغلط عمال بيكبر كل شويه. انت ليه بقى يعني معلش دماغك دي وصلتك للفكره دي وللنقطه دي اللي انت تعمل كده والشكل ده؟ ده اللي انت فكرت فيه قبل كده اللي انت في ناس كتيره هتبدا تنساق وراك بنفس المنظر وبنفس الشكل ده، ولا انت فكرت في ايه بالظبط؟ ما هي دي برضو حاجه لازم تكون موجوده في الحسبان وموجوده في دماغك. في ناس كتير لازم تعرف ان هي كانت يعني بتحبك لدرجه ان هي يعني يعني شايفه ان الراجل دوت البطل بتاعها، فانت كون ان انت البطل بتاعها وبالك هو تعمل اشياء غلط. انا عايز اقول لكم بمنتهى الصراحه زمان انا المحتوى بتاعي بدات اغير فيه بطريقه مش معقوله لان انا قررت خلاص انا في ناس كتيره بقت بتتفرج عليا وبقت بتيجي تبص عليا كتير وبقت بتشوفني، ما ينفعش ان انا اعمل اي شيء غلط عشان خاطر الناس دي ما صورتي ما تهتزش قدامها. حتى كمان تلاقوا كمان فيديوهات الرياكت اللي انا كنت بعملها زمان اتمسحت، بدات امسح فيها كل شويه، كل ما بلاقي اي حاجه من الفيديوهات بتاعتي القديمه اللي بقعد اتريق بيها فيها حد وبقعد اعمل مش عارف ايه وكده الكلام الجميل اللي انا كنت بعمله زمان دوت قررت ان انا امسحه من على الوجود. انا مش هبقى الشخص ده، انا مش هبقى البني ادم ده. فيمكن يكون انا حاجه عايز اغيرها من نفسي، عايز اغير من شكلي، عايز اغير من موقفي اللي الناس عرفتني بيه قبل كده بالمنظر دوت وبالشكل ده على الرغم ان هو كان ليه جمهور وكان ليه ناس تانية كتير، بس انا قررت ان انا دلوقتي لازم اعمل حاجه تنفع الناس ولازم حاجه تكون موجوده لقدام الناس. انا واحد اعتبرني غلبان يعني انا مش هقول مثلا ان انا
فيموس ومشهور وفي ناس كتيره بتحبني وفي في 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 مش ما تعتبرش الكلام ده خالص، ما تعتبرنيش كده، ما تعتبرنيش كده بجد والله، اعتبرني واحد زي اخوك بالظبط وبيدي لك النصيحه. لما انت بتيجي تعمل حاجه زي كده وتبقى مشهور اساسا من البوابه بتاعه الدين او من البوابه بتاعه الاخلاق، وبعد كده هو بنكتشف ان مفيش اخلاق، دي كارثه كبيره، دي مصيبه كبيره، مصيبه كبيره. يعني حضرتك حطيت نفسك فيها وحطيت ناس كتيره هتنساق لنفس الموضوع دوت فيها، الا اذا بقى حضرتك كنت عامل بوابه الدين دي اساسا كحاجه تبدا تعديك بقى لاغراض تانيه شخصيه كتير، وده في حد ذاته برضه غلط. كل الفكر بتاعنا اللي احنا المفروض اللي احنا نصب فيه دلوقتي ككنا حد بيفتح كاميرات او اي حاجه زي كده، سواء كان بقى ترفيهي، سواء كان كوميدي، سواء كان اي حاجه بتفيد الناس، يعني حتى كمان مثلا الناس بتاعت الاكل اللي هي بتقعد تاكل وبتاعه، وفي ناس كتيره بتنتقد القصه دي. انا واحد من الناس، يعني النهارده انت اديتني مثلا ريفيو على مطعم وبتاعه وقعدت تقول لي ان هو مثلا كويس حلو مش احسن حاجه مش عارف ايه كده، فانت بتديني سكه كويسه ان انا ممكن اروح المطعم دوت ولا لا. فانا مش هلوم المحتوى دوت، ومش هقول ان هو وحش، مش هقول ان هو مش كويس، لا، بس في نفس يعني بيبقى في مصداقيه معينه ان انت توصل للمكان اللي انت هتروح فيه هيبقى عامل ازاي. لكن كونك ان انت تدخلني على بواب الدين وتفتح لي بوابه الدين وبعد كده هو تخش منها وتخرج من بوابه الدين دي تخرج على حاجه تانية خالص، دي كارثه كبيره. طبعا انتوا عارفين الحاجه التانية خالص اللي انا بتكلم عليها عامله ازاي. خلاص خليك من الاول في الحاجه التانيه، ما تخشش بقى تقعد تقول لي اصل انا وبعمل وبساوي ومش عارف ايه وكده. انا مش شايف ان الكلام ده منطقي او كويس بمنتهى الصراحه. انتوا شايفين الكلام ده صح ولا ايه؟